السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم راح يكون على سعر هاتف اوبو A15 اوبو A15. التليفون هذا ماهوش توفر بزاف بصح كي جبت لكم بري تاعو شحال راهو يدير تقريبا في البري تاعو شحال راهو يدور فاش راهو يدور. وهذا تليفون من التليفونات شغل الاقتصاديه تاع اوبو، راهو يدور في هذيك الفئه. وقبل نشوف البري تاعو شحال راهو يدير، ما تنساوش تشتركوا فوق عندك اشتراكين ديروا جا فيديو برشا وقت حبيتو. الانستغرام تاعي تخفلوس اللي حبدي لي ابوني. وين نبداو؟ عم تصاور التليفون هذايا اللي ما يعرفوش ولا ها الشكل تاعو كيفاش جاي منا من اللور في الكاميرا. شكل عادي شغل شكل بسيط تاع اوبو حديث شغل شكل برك ما دارولوش نوتش عكس تقريبا التليفونات اللي في الفئه تاعو كامل ما فيهمش النوتش خاطر هو في فئه تاع الريدمي ناف وتليفونات هذوك وريلمي سيس اي و ماشي سيس اي ريلمي سي 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 تروا و كاين تليفونات بزاف فئة تاعوني هدرت عليهم فيديوهات من قبل كيما الهوت الهوت ديس. كاين بزاف تليفونات فئة تاعو كاين فيديوهاتهم في القناة اللي حاب يعاود يشوفهم. و تليفون هذا هاوليك السعر تاعو راهو يدير 3450. هاوليك تليفون شحال راهو يدير السعر تاعو في الدزاير. هذا هو السعر اللي راهو يدور فيه، سما تقدرو تلقاوه قل من هكذا تلقاو بهذا البريس ما يفوتش 3450 3 اذا كثرت 3600 ما يفوتهاش 3600 بالنسبه للتليفون غالي بزاف. وانا صراحه ما عجبنيش بزاف هذا التليفون خاطر شنو ما كاين منافسين خير منه بلي بري قل منه صح لي يحبوا التليفون هاوليك شحال هو يدير. وانا التليفون ما كانش لي يسقسوا عليه بزاف سما ماشي كي راح نلقى عدد زعما كبير راح يحوس على التليفون ولا شحال هو يدير. برك حبيت ندير لكم فيديو تاعو قلت بالك شو واحد ممكن كاين شو واحد حاجه بوتي تليفون حاب يسقسي عليه ولا شو واحد حاب يعرف تليفون جديد في الفئه هذه. وهذا مقعد فيديو اليوم ان شاء الله يكون عجبكم فيديو فتكم به. كما قلت لكم فوقكم مشتركين ديروا جيم فيديو بروس كون حبيتو الانستغرام تاعي تخفلوس حبدي ابوني ونتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله والسلام عليكم.